يرخي الليل سدوله في تكساس. انتهت الانتخابات واطمأن الناخبون لتصويتهم، يهبون ترامب 38 صوتا في المجمع الانتخابي. أنا سعيد بنتيجة الانتخابات على مستوى الولاية. الجميع كان يتحدث عن موجة زرقاء ولم يحدث هذا، وبغض النظر عما يفوز بالرئاسة فإن الكونغرس لن يتغير كثيرا، والتنوع أحيانا شيء عظيم. تتفق زوجته ليلي في ضرورة بقاء تكساس ولاية جمهورية، لكنها تذهب إلى أبعد من ذلك، فمدينتها الباسو تقول، التي يذهب صوت غالبيتها للديمقراطيين في بحر تكساس الجمهوري، تتألم، تريد منها أن تتبع باقي الولاية في الهوى الحزبي. أحب أن الولاية بقيت حمراء، وأعتقد أن مدينتي تتألم بسبب ما حصل، أريدها أن تكون حمراء أيضا، أريد شرطة وضرائب أقل ومدارس جيدة. هم الأغلبية، لكنها ليست الأغلبية الساحقة. 6 نقاط فقط فاز فيها ترامب على منافسه الديمقراطي. زاد صوت الديمقراطي بفعل هجرة الشباب إلى تكساس، وصوت الأمريكيين من أصول لاتينية الذي يذهب بغالبيته للديمقراطيين، واستياء من أداء ترامب ظهرت نتيجته في نتائج التصويت. ترامب لم يسبب العنصرية في أمريكا، هذه بلاد عنصرية. أمريكا هي تجربة اجتماعية رائعة، لكنها لم تحقق وعودها، وعلينا أن نتعامل مع هذه القضايا. وعدم فوز بايدن لم يأتي مفاجئا لمناصره هنا. لا أستغرب أن تكساس ذهبت إلى ترامب، هكذا هي الولاية، تقريبا كل الانتخابات هنا تذهب إلى الجمهوريين. كان الديمقراطيون يأملون بانتزاع الولاية من الجمهوريين، علقوا آمالا لم تتحقق. احتفظ الجمهوريون بمقعدي تكساس في مجلس الشيوخ وبأغلبية أعضائها في مجلس النواب، هو حال ولاية صوتت آخر مرة مع الديمقراطيين في 70ات القرن الماضي. تحافظ تكساس على هويتها الحزبية، تبقى في قبضة الجمهوريين، لكن نتائج الانتخابات يقول متابعون تظهر جنوح الولاية نحو الديمقراطيين، حتى وإن لم يحظى بايدن بغالبية الأصوات في هذه الانتخابات. ريما أبو حمدية، العربي، الباسو.